لا يقال خذ حذرك الذي كان في عدو متربص بيك، مش كده؟ تقول له انت رايح الحته خذ حذرك. خذ ايه؟ كلمه خذ حذرك دي على ان الحذر ده زي السلاح، يعني يقول خذ سيفك، خذ بندقيتك، خذ عصاك. الله، فكأن دي مسألة يعني آلة في مواجهة خصومك، انك ايه؟ انك انت تحذرهم. يعني ايه؟ ام قال لك تحتاط لمكائدهم، تحتاط لمكائدهم، وما تستناش لحد المكائد ما تغير عليك، لازم قبل كده توضب نفسك على احتمال ان توجد غفلة منك. ادي معنى اخذ الايه؟ اخذ الحذر. ولذلك تأتي آية أخرى لا تقول إيه؟ وأعدوا، اوعى تستنى لما يحصل منهم حاجة، لأن لما يحصل منهم حاجة يعجبونك فلا توجد عندك فرصة زمنية عشان إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره ومن رباط الخيل. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم، من أن لكم أعداء، هؤلاء الأعداء هم الذين لا يحبون منهج السماء أن يسيطر على الأرض، لأن منهج السماء حين يسيطر على الأرض يقف أمام أهواء الناس، وما دام وقف أمام أهواء الناس فهناك أناس ينتفعون بسيطرتهم إيه؟ بأهوائهم على البشر. خذوا حذركم، وما دام خذوا حذركم نعمل إيه؟ انفروا. فانفروا إيه؟ ثبات، أو انفروا جميعا، يعني ليكن أن تكون النفرة منكم على مقدار ما تؤدون من الحذر. مرة ثبات يعني إيه؟ يعني طائفة كده فوق العشرة، أو جميعا كلكم بقى تطلعوا. الله، إذا معناها أننا سنكون على إيه؟ على مستوى ما يهيج من الشر. إن كانت مثلا فصيلة أو سرية تنفع زي ما حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث إيه؟ سرية على قد الإيه؟ المسألة اللي بتهددني. وإن كانت المسألة بقى عايزة تعبئة عامة، إيه؟ ننفر إيه؟ ننفروا جميعا. ولاحظوا أيضا أنني أخاطب المؤمنين وأعلم أن لهم أغيار قد تأتي في نفوسهم مع كونهم مؤمنين. ليه؟ لأن الإيمان هتؤمن بقضايا، يمكن لما تبقى واقع، لما تبقى بقى أمام واقع يمكن النفس إيه؟ تخوف. ولذلك لما سبحانه وتعالى عرض لنا زي ما قلنا في سورة الإيه؟ سورة الإيه؟ البقرة، إذ قالوا النبي إيه؟ لم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا النبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم اللي طلبوا ولا لا؟ هم اللي كانوا يطلبوا. طيب مدام هم اللي طالبين، كانوا يصرون حين نقول لهم حرب ولا لا؟ طب انت اللي طالب يا ابعث لنا ملكا إيه؟ نقاتل في سبيل الله. شوفوا بقى الاطمئنان الى ايجاد القوة المستقبلة للامر بالقتال. قال عن عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. طب ما يمكن نكتب عليكم القتال زي ما طلبتوه لكن ما ايه؟ ما تؤدوش. في اكتر من كده بقى، قال لهم افتكروا كويس انتوا اللي طالبين مين؟ القتال. طيب اوعوا لما نكتب القتال تعملوا ايه؟ ما تقتلوش، لانني مش اللي فرضته في ابتداء، ده انتوا اللي ايه؟ انتوا اللي فرضته. ده كلام على ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، لسه كلام نظري. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله. طب وده معقول اننا ما نقاتلش في سبيل الله؟ شوف برضه، وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، عللوها بعلة ايه؟ فلما كتب عليهم القتال، ده لسه وكتب بس ما حصلش، ما قلنالهمش اكل، كتب عليهم عملوا ايه؟ تولوا. يبقى كم مرحله دلوقتي؟ هم الذين طلبوا ايه؟ القتال. ادي واحد. ونبههم الى انكم لا تكونوا كده مندفعين وتطلبوا حاجه لو كتبناها عليكم وضربناها إيه؟ ما تنفذوهاش. قالوا لا، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله
وجابوا التعليل العاطفي. وما لنا الا نقاتل في سبيل الله قد اخرجنا من ايه؟ من ديارنا يا ابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولى الا قليل. برضو فيه ايه؟ لما تولوا الا قليل. هل القليل ده فضل كده؟ اقرا لي كده الايه. تولوا الا قليل ايه؟ والله عليم بالظالمين. طيب يا سيدي. خلاص بقى ما دام خدنا الآن. وقال له النبي إن الله قد بعث لكم طالوت إيه؟ ملك. يول منكفة بقى. قالوا أن يكون له الملك. أما المسألة دخلت في أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه. ولم يؤت ساعة من الله أول زبزبة أول أرجحة في استقبال الحكم. قال له إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الإيه؟ في العلم والجسم. أنتوا عايزين تقتلوا ودي عايزة إيه؟ قوة أتابعه جسم وعايزة علم عشان يخطط وبتاع. يبقى الناقص في إيه؟ كده إيه بقى سيدي؟ زاده بسطة في الإيه؟ والجسم. طيب. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم علشان تبقوا مطمئنين على أن آية الملك بتاعته صح ولا مش جاي متسلط عليكم. المهم لما جم علشان يأكلهم إيه اللي حصل؟ مبتليت بنار. برضو بعد الحاجات اللي حصلت دي قال قبل ما تخوض المعركة أنا ابتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من انطرف. يعني بس نخليك تبل ريقك مش تقبع. ما هي فتنه. ثم بقى في حته وبعدين عايزين نقتدر يقول له انت مش مسموح لك الا تبل ايه؟ ريقك ما تقعدش ايه؟ فشربوا منه الا قليل. ساعه ما حطوا بدون قعدوا ايه؟ يقربعوا الا مين؟ قليل. يبقى فيه قليل الاول وقليل من الايه؟ من القليل. طب وبعدين لما جاوزه بهذا القليل وشافوا عدوهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجاهزة جنودي. ده الحكاية صعبة علينا قوي مش كده ولا لا؟ الله كم حكاية كم عتبة. قام قال لك والضرورة في دي ايه؟ قام قال لك من ايه؟ من صفين. والذين ظنوا انه ولاة الله قالوا ما تخافوش منهم كم من فئة قليلة. ده قليل القليل ولا لا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة فهزموهم بإذن الله. بس ربنا مدينا الصورة دي ليه؟ علشان نفهم ان النفس البشرية حين تواجه بالحكم نظريا لها موقف وحين تواجه به تطبيقيا لها موقف ولو كلاميا وحين تطابق به فعليا يبقى لها موقف. وعلى كل حال قليل من قليل من قليل نصرهم الله ولا لا؟ يبقى بده يربي في نفوسنا ان الله هو الذي يهدي والله هو الذي يغلب. قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايده. تم. يبقى شوف بعد كده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انا قلت لكم انفروا ثباتا او انفروا جميعا واعلموا ان النفس البشريه هي بعينها النفس البشريه وستتعرض للذبذبة حين وجود الحكم للتطبيق وإن منكم لمن لا يبطئن. يبطئن يعني يبطئ. ساعة ما ندعوه ايه للحرب يتخاذل زي ما قال ايه هناك اثاقلتم الى الارض. اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه اثاقلتم الى الارض. استقلتم يعني ايه؟ يعني انت في واحد يبقى ثقيل بطبعه وفي واحد يتساقل يعني كانه ما دام يتساقل يعني ينزل الى الارض بايه؟ بنفسه. في واحد ساعه ما ينزل بجاذبيه الارض بس ينزل بايه؟ وفي واحد هو حي هو نفسه يساعد الجاذبيه يبقى عامل هو ايه؟ ان هو اندفاع تام. معنى الثاقله يعني هو غير ثقيل لان مش هينزل دفعه واحده كده يقوم يساعد ايه؟ يساعد حكم بانه ايه؟
يعمل. يبقى ده دليل على انه عايز يقل. قال وان منكم لمن لا يبطل يفهموا وخذوا هذه المناعه. وساعه ياتي الحق سبحانه وتعالى ليشرح قضيه تعوق زحف المنهج يعطي المناعه قبل ان تقع، علشان اذا وقعت يبقى احنا عارفين ان انتوا هتعملوا كده، احنا عارفين ومعدين لنا على ان كنتوا هتبطئوا وتتكلم ولا تجوش. وان منكم لمن ايه لا يبطئ، انا يبطئ ويبطئ قد بعضها. وان منكم لايه فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. ما هو تراخى بقى وقعد يقول لما تجيلهم مصيبه، مصيبه من ايه يعني؟ اما من قتل اما من هزيمه. يقول يا سلام حمد انا مطوياه الله. يبقى اذا البطء بتاعه او التاخر او التساكل كان له صدق نفسه ولا لا؟ له صدق نفسه بدليل ان لما اصابتكم مصيبه من القهر او الموت او الهزيمه قال ايه؟ قد انعم الله علي. شوف البواخر، قال هو يبقى مخالف ربنا وينسي بيقول انعم الله علي، زي اللي بيروح يسرق ويسرق وبعدين يقول اسكت ربنا ستر عليا. اما شيخ الله ايه والله ربنا ستر عليا ولا عسكري جه ولا اي حد ولا ما. شوف سخافه التعبير مما يدل على ان دي مساله ما بتمرش على العقل. دي مثلا دي لهجه تفصل من المنهج بس. قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. شوفوا انظروا بقى الى السخافه في كل يجعل ان ما كانش معهم وما كانش شهيد دي من النعمه. قد انعم الله علي اذ لم اكن ايه معهم ايه شهيد. ولذلك قال بعض العارفين ان من قال ذلك دخل في الشرك. قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم ايه شهيد. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. الله فإن جت مصيبه يقول الحمد أنا أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه. طب ولما يجيلهم غنيمة ولا يجيلهم نصر ولا أي حاجة تقول إيه يا ريتني كنت معهم. طب يا ريتني كنت معهم دي لاستيقاظ إيماني لموضوع القتال ولا كلمة فأفوز فوزا عظيما. يبقى العلة في الكلام بتاعه بتاع يا ليتني كنت معهم مش رجوع عما كان في نفسه أولا، ده فحصر أم فاتته الإيه أم فاتته غيره. الحق سبحانه وتعالى جاب جملة اعتراضية هنا في الآية عشان تدينا لقطة إيمانية. بقول إيه ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله كأن المودة الإيمانية ملهاش ثمن هنا خالص. طب لو كان في مودة إيمانية كان يصح يخلي المودة الإيمانية حق. فكل يقول في الأولانية أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يبقى معناها أنه لا حق للجماعة الإيمانية في مودته. وإلا لو كانت الجماعة الإيمانية لها مودة في قلبه كان يبقى وياهم. طب لو كانت المودة الإيمانية موجودة في قلبه في الحالة الثانية كان يقول يا ليتني كنت معهم يصهر عمين الحكاية إيه فأفوز إيه فأفوز فوزا إيه عظيما. فكأن كلامه في الأولى وكلامه في الثانية حين تصيب المصيبة وكلامه في الثانية حين يصيبه بالفضل الاثنين يقوله كأن لم تكن هناك مودة إيمانية بينه وبينهم. ولو كانت هناك مودة إيمانية بينهم ما تخلف في الأولى، أو على الأقل لم يكن أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه شهيدا. ولو كانت الثانية لا 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 لما قال فأفوز فوزا إيه عظيما وتبقى تحصر إيه تحصر توبة. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن
قولا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني تستحق أن تكون إيه أن المودة أن تجعلكم إيه معكم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا إيه عظيما. إياكم أن تتأثروا بهؤلاء حين تنفروا ثبات أو حين تنفرون جميعا، واعلموا أن فيكم مخذلين وفيكم مبطئين وفيكم متفاقلين، ولا يهمهم إلا أن يأخذوا حظا من الإيه من الغنائم، ولذلك يحمدون الله إن هزمتم ولم يكونوا معكم، ويحبون الغنائم إن انتصرتم ولم يكونوا إيه ولم يكونوا معكم. إياكم أن تتأثروا بهذا، وإنما أعطيتكم هذه المناعة حتى لا تفاجأوا بموقفهم إيه منكم وتكونوا على بصيرة منهم، لأن المناعات ما هي إلا تربية في الجسم إن كانت معناها مادية، أو تربية في المعاني إن حدث المكروه أن تكون عندك فكرة ورد فعل له. إحنا لما بيكون فيه مرض بيهاجم بنعمل إيه؟ مش بنجيب ميكروب المرض نفسه ونطعم به المريض؟ إيه، لأنني لما بجيب ميكروب المرض نفسه وبطعم به المريض أنا بجيبه على هيئة خامدة، هو حيجيلي على هيئة إيه؟ لكن أنا بجيبه الآن على هيئة إيه؟ خامدة، وبعمل إيه؟ وبحطه في جسمه علشان الجسم هو يعلم أن فيه مناعة، هذه المناعة بعض كرات الدم تقوم على أي ميكروب جديد وتعمل إيه؟ تعمل معركة وياه وتحاصر الإيه؟ تحاصر الميكروب، وتحصل بقى المعركة اللي أنت بتشوفها بقى مقح، وبتشوفها مثلا حمرة كده حوالين الحتة اللي دخل بيها الميكروب، وبعدين تعمل شوية مدة اللي هي إيه؟ أثناء المعركة، أثناء الإيه؟ المعركة اللي الله. فدي بتعمل انما بتخلي الجسم يتنبأ كراته الى ان عرضة ان يصاب بهذه المسألة، فساعة ما يجي المرض حقيقة يدخل وقد تهيأ له الايه الجسم، والكرات نشطت وعرفت ازاي تروح تهاجم، فكأن اعطاء الحقن بتاعت المناعة دي ضربة للكرات المودعة من الله في دمك علشان تؤدي ايه. كذلك الحق في المعاني، يوم يقول لكم ان حيبقى منكم كذا وحيبقى منكم كذا وحيبقى منكم كذا، حتى تعدوا انفسكم لاستقبال هذه الاشياء اعدادا لا تفاجئون به، لانكم ان فوجئتم به قد تنهارون. يحصل انهيار، فبقول لكم من الاول ده يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل ايه ويحصل كذا. طيب، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إياكم أن تتأثروا بهذا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وبعد ذلك يجيء للجزاء ليجعل الأمر بالقتال أمرا محببا لا تجزع منه النفس، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وشوف بقى كلمة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الايه مادة شرى ومادة اشترى كلها تؤدل على الايه على التبادل والتفاوض، بس شرى تقول ايه انا اشتريت هذا الثوب بجر، تبقى انت خدت الثوب ودفعت منه بجر، اشتريت هذا الثوب بايه بجر. أم قال لك لكن برضو تأتي اشتريت بمعنى ايه بعت، اشتريت بمعنى ايه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من ايه من خلاق، بتؤدي المعنى الأول. طيب، طب وايه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، الله شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طب ده الجماعة اللي لقوا سيدنا يوسف في الجب صحيح كانوا فيه من الزاهدين، وبعدين ايه شروه هم ولا هم باعوه بثمن بخس؟ باعوه، يبقى شرى من اسماء من الافعال التي تاتي بمعنى البيع وبمعنى ايه. قال لك لانه هي قد بعضيه، هو انت ساعه ما يكون واحد قاعد بيبيع ثوب مش هو عايز يبيعه؟ وانا عايز اشتري وانا عايز اشتري، ساعه ما الدين ودي ساعه ما الدين ودي وياخد، يبقى هو ايه عمل ايه
لا قام اشتريت التوب مش كده؟ وهو عمل ايه؟ هو باع الدرهم مش كده؟ هو باع الدرهم. تبقى هي عمليه لان التقايل كان زمان عشان تعرف ان شرى بمعنى باع وبمعنى اشترى يعني مش غريبه. ليه؟ ان كان زمان التقايض بالسلع، التقايض بايه؟ بالسلع. تروح تدي شويه حب وتاخد شويه تمر، انا محتاج بك اني اشتريت التمر وهو اشترى الايه؟ طب ما قد بعضه، وانا بعت التمر وانا بعت الحب مش قد بعضه؟ تقبل ايه؟ بالسلع. انما اللي خلى المساله تاخد اللي انا اشتريته ده ان فيه دلوقتي سلع بماله. وايه الفرق بين الاثنين؟ احنا قلنا بقى الفرق بين السلع والمال ان السلعه رزق مباشر والمال رزق غير مباشر. ازاي؟ ام قال لك انا مثلا باكل رغيف العيش والرغيف العيش بشتريه بقرش ساعة. انا لو عندي جبل ذهب وعايز رغيف عيش ينفعني جبل الذهب، يبقى اذا الرغيف رزق مباشر لان حاكله، انما الذهب رزق غير مباشر لانني اجيب به الا ايه؟ الا انتفع. والى لقاء.